الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، سيدي يا قتيل العدا ويا مسلوب العمامة والردا، سيدي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، سيدي حسين يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. آه الله يا هاشم أين الحماية. نداء زينب سلام الله عليها. الله يا هاشم أين الحماوة وأين الحفاظ المر أين الإباء. لسان حال العقيلة زينب سلام الله عليها بعد الذي جريها، بعد الذي جرى عليها وعلى من معها من العلويات. الله يا هاشم أين الحما وأين الحفاظ المر أين الإباء، أين الحفاظ المر أين الإباء، كيف بنات الوحي أعداؤكم، كيف بنات الوحي أعداؤكم تهجم بالخيل عليها الخبا، تهجم بالخيل عليها الخبا، فاستلبوها عزها فانثنت يا زينب، فاستلبوها عزها فانثنيت تستر بالأيدي محيا الإباء. والله تستر بالأيدي محيا إبا، عز على الكرار لو أن يرى يرى، عز على الكرار لو أن يرى زينب والقوم سبت زينب يا ويلي، عز على الكرار لو أن يرى زينب والقوم سبت زينب، زينب يا هضيمة والله، عز على الكرار لو أن يرى زينب، زينب يا والقوم سبت زينب، يا لقد سرت أسرى على حالة، لقد سرت أسرى على حالة، قل لها موتك تحت الضبا يا حسين. وأقبل الليل
أخ وأقبل الليل ولا من أخ يرد عنها خوف المرعبا ويا وتود لو أن الدجى سرم دنيا زينب تود لو أن الدجى يا سرمة لما عن الرائي لها غيبا يا وإن بدا الصبح وإن بدا الصبح دعت من أسايا وإن بدا الصبح دعيت من أسان يا صبح لا أهلا ولا مرحبا يعني زينب تقول له خليك يا ليل خليك ساتر على حالنا وإن بدا الصبح دعيت من أسان يا صبح لا أهلا ولا مرحبا وأبديت يا صبح لنا أوجها لها جلال الله قد حجبا ولا تبزغي يا شمس كي لا ترى لا يا تبزغي يا شمس ليش كي لا ترى زينب حسرة وما عليها خمارة يا 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 تقل أنا مشيت أنا مشيت درب الما مشيت وجدت لك يا خويا رافقيت وانا من جلة الوالي نخيت وانا من جلة الوالي نخيت ابويا شتمني وانكر وصيت بعد بعد يقول من الضرب سود المتون والرمن هذه أيام الشام أيام وقوف زينب والعلويات ياب من الضرب سود المتون والرمن والدموع تسيل ما سالت مزن هاي راتلها يقوم ابن الحسن مولاي ابو صالح ويلكد حصانه ويجي محروب يا بيلكد حصانه ويثور بالحروب ويطالب بثارات زينب والضرب ونرى الدرب الشام لا مر بيركوب عقب ذاك السبل بضعون يا باب الدروب تنوح ما ناح الفصيل واسم ابوها خاطب عرش الجليل أنا من يظن بالناس بتحام الدخيل فوق ناقم يسر ومسلوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله تعالى في كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
كرامة لمولانا بقية الله في أرضه، ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد. كثير من الحدود الإلهية أو الحدود الشرعية اللي الله جل وعلا ذكرها لعباده وجعلها خطوطا لا يمكن للإنسان أن يتعداها، بل بعض الخطوط، بعض الحدود الشرعية، بعض الحدود الإلهية إذا الإنسان وقع في محذورها، إذا الإنسان وقع في خطيئتها، النتيجة وقع في هذا الحد، نفس هذا الوقوع هو يخرجه من ربقة الإيمان، أجارنا الله وإياكم. يعني الإنسان يموت على غير الإيمان، يموت على غير الإيمان. ومن هذه الحدود الإلهية اللي الله ذكرها وذكر أبعادها ورمزياتها وآثارها وحذر الإنسان من الوقوع بها، هي حرمة إراقة الدماء من غير حلها، حرمة إراقة الدماء من غير حلها. كثير من الذنوب إذا الإنسان وقع فيها وتاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوح، توبة صادقة، بكرم الله، بفضل الله جل وعلا، الله يتوب على هذا الإنسان ويغفر له ويرحمه، وهو أرحم الراحمين، ليس بغريب، الله هو أرحم الراحمين جل وعلا. ولكن بالقبال أكو ذنوب الإنسان لا يوفق للتوبة منها، أكو محاذير شرعية، أكو حدود إلهية، إذا الإنسان تعداها لا يوفق إلى التوبة، أجارنا الله وإياك. طبعا في شأن نزول هذه الآية المباركة قبل الخوض في غمارها، في شأن نزولها طبعا ضروري إخوان أنه كل قارئ للقرآن الكريم، كل قارئ لكتاب الله جل وعلا، أنه ضروري تكون لديه إحاطة بقدر ما، بقدر معين سمو أقول إحاطة تامة، بموارد وأسباب نزول السور أو نزول الآيات المباركة، لأن نفس المعرفة بسبب مورد النزول وبسبب شأن النزول، أنت الآن هذه الآية مثلا اللي ذكرتها على مسامعكم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نفس هذه الآية المباركة لما تعرف سبب نزولها يكون عندك كشف حول هذه الآية المباركة بقدر معين، يكون عندك كشف لهذه الآية المباركة بقدر معين، النتيجة بقدر معرفتك. يعني حتى أنه ورد في شأن نزولها أن المقيس بن صباب الكناني، هذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اسمعوا هذا يفيدكم بحياتنا اليومية، خصوصا هذه الأمور أخوان تفيد الإنسان كدروس كعبر في خضم هذه الأوضاع اللي لا تعرف لها من رأس ولا من نتيجة، في هذا الضياع، في هذا التيه. نسأل الله أن يتم الأمور على خير بفضله وبرحمته. ضرور الإنسان تكون عنده إحاطة بهكذا دروس قرآنية حتى شنو؟ ليكون ضحية لجهله،
يكون الإنسان شنو؟ قد أسرف على نفسه بالمعاصي بتعدي حدود الله من دون ما يشعر، من دون ما يشعر. فضروري هذه الدروس القرآنية أن الإنسان يوليها أهمية، وإلا الله تبارك وتعالى ليش جعله دستورا لنا؟ ليش؟ حتى ينظم حياتنا. لم يترك زاوية من زوايا حياتنا إلا والحق تبارك وتعالى تحدث عنها، إما على مستوى الظهور أو على مستوى البطون. لأن أنت القرآن الكريم لما تقرأ القرآن الكريم بظاهر الآيات، مو كل شيء موجود في القرآن صح لو مو صحيح. على سبيل الفرض مثلا، الحج ذكر في القرآن لو ما ذكر؟ جاوبني، ذكر في القرآن، لكن تفاصيل الحج ذكرت لما ذكرت؟ الجهاد ذكر في القرآن، تفاصيل الجهاد لم تذكر. كذلك الصلاة ذكرت في القرآن، تفاصيلها لم تذكر. فأقول ترى يكون الكشف على ظهور القرآن، يعني ظاهر الألفاظ، ظاهر الآيات، ما يتبادر إلى ذهن العبد، إلى ذهن السامع، إلى ذهن القارئ، وتارى يكون على مستوى البطون. أحد معاني البطون هو ما ورد في روايات آل محمد عليهم السلام. تفاصيل الحج وردت بالروايات لو ما وردت؟ وردت بكثير. تفاصيل الصلاة ومتعلقات الصلاة من اللي ذكرهن لنا؟ آل محمد في رواياتهم، صلاة الصبح كذا، صلاة الظهرين كذا، صلاة العشاءين كذا، وهلم جرة. فأقول دروس القرآن، آيات القرآن الكريم، هذا اللي الله جعله دستورا متكاملا ينظم حياة الإنسان، بالنتيجة يكون يولى أهمية، يعني مو يكون قراءة عابرة أو الاستماع إلى مواعظ القرآن استماع شنو؟ استماع روتيني شكلي، وكأنه أسقط واجب خلال ساعة، أقل الساعة أكثر الساعة، وكأنه أشبه بالواجب أو الروتين اللي أسقطه وأروح. لا، مجالس الحسين لابد أنه الإنسان لما يحضرها أخرج بنتيجة معينة، أخرج بنتيجة معينة من أعماق القرآن، من دلالات القرآن، وأسخر ما تعلمته في مجلس الحسين عليه السلام في حياة اليومية أحتاجه. فورد في شأن نزول هذه الآية المباركة أنه المقيس بن صباب الكناني، بس أريد مجامع قلبك خليها وياي، أنه المقيس بن صباب الكناني وجد قاتل أخيه هشام في محلة بن النجار. هذا المقيس بن صباب الكناني أحد الأشخاص من قبيلة بن النجار قتل أخاه، يعني أخو المقيس بن صباب. يقول فإجى هذا المقيس إلى رسول الله، قال له يا رسول الله قاتل أخي هشام في محلة بن النجار. سمعوها زين هذه. يقول فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى قبيلة بن النجار، وأرسل معه قيس بن هلال المهري، يعني أيضا كان من الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت يا المقيس بن صبابة الكنان اللي قتلوا أخيك هشام، وتعال أنت يا قيس بن هلال المهري، روح سوية وين؟ اذهبوا معا إلى قبيلة بن النجار وقلوا لهم احنا بعثنا رسول الله، إما تسلمون القاتل، واضح شلون؟ وإذا تقولوا لم نعلم به وبمكانه فتدفعوا ديته، دية القتل. يقولوا فعلا ذهب المقيس بن صباب الكناني وقيس بن هلال المهري، ذهبوا سوية ووصلوا إلى محلة بن النجار. يا بالكلام كذا وكذا، وأني أنتوا أحد الأشخاص منكم قتل أخي هشام، ورسول الله بعثنا إما أن تسلمون القاتل، وإما أن إذا تقولون ما ندري بي وما نعرف مكانه فتدفعوا ديته. فبنو النجار قالوا لهم احنا ما ندري بي وما نعرف مكانه، فدفعوا الدية للمقيس بن صباب الكناني، أخذ هذا الدية مال الدم أخوه ورجعوا. يقول رجعوا أثناء الطريق، هذا اللي بعثه رسول الله مع المقيس
اللي اسمه قيس بن هلال المهري، يقول كان هذا يرجع بنسبه إلى بن النجار، يرجع بنسبه وين؟ إلى بن النجار. يقول فلما رجعوا أثناء الطريق هذا المقيس بن صباب الكناني وكأنه كما يذكر المفسرون أخذته نعرة من نعرات الجاهلية، يعني هذا صفن على نفسه، قال شلون أنا ذولا قتلوا أخوي وضحكوا علي بش كم فلس، شلون ذولا؟ فعمد إلى قيس بن هلال المهري اللي رسول الله أرسله وياه، فعمد إليه وقتله ثأرا لأخيه. واضح شلون؟ والله ليش؟ لأنه من بني النجار، يرجع بنسبه إلى بني النجار. يقول فعمد إلى قيس بن هلال المهري فقتله ولا هرب إلى مكة، ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمه، استباح دمه، ونزلت هذه الآية المباركة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ليش؟ لأن هذا المقيس بن صباب الكناني قتل قيس بن هلال المهر من دون سبب، أصلا هو رسول الله بعثه معه، ولكن هذا قال شلون ذولا قتلوا أخويا وضحكوا علي بش كم فلس، فأخذته نعرة من نعرات الجاهلية الأولى غير صحيحة، غير الصحيحة، فقتله لكونه يرجع بنسبه إلى من؟ إلى بن النجار. ونزلت هذه الآية المباركة اللي تحدث عن شدة الأمر وعن ضرورة الابتعاد عن هذه النعرات الجاهلية، وأنه الإنسان لا يكون مصداق لقوله تعالى هذا ما ألفينا عليه شنو؟ آباءنا. لا لا، لكل زمان أناس ولكل زمان متطلباته. والله شنو أنت، النعرات الجاهلية كانت في السابق، طبعا هسه هذه الآن موجودة في مجتمعاتنا، أنه بسبب القاتل شخص متمرد تعدى حدود الله، بسببه أبناء عمومته وأبناء أخواله وإلى آخره، إذا رجع بنسبة يكون شنو؟ لو يقتل، لو يكون يولي يهرب ما يبقى. هذا النعرات الجاهلية المقيتة اللي لا زالت جذورها للأسف موجودة. رسول الله، القرآن الكريم يتحدثون عن هذا الأمر بهذه الوخامة، بهذه الشدة، بهذه الضرورة اللي لابد لكل إنسان، لكل مؤمن أن يجتنبها. نفس مسألة إراقة الدماء من غير حلها، الله جعلها خطا أحمر ما يمكن تتعداها، ما يمكن تتعداها. ولذلك كإيلاء فقهي، كدراسة فقهية، أنه القتل العمد لا دية له، وإنما القتل العمد له القصاص، العين بالعين والسن بالسن، ولكن هاي تطبق من قبل الحاكم الشرعي. طبعا القتل العمد لا دية له، وإنما له القصاص. أما ما وارد أنه الدية 5250 مثقال من الفضة، فهذا على نحو المصالحة. واضح شلون؟ هذا على نحو المصالحة حتى لا تكون فوضى عارمة في الشوارع، هذا المقصود منه. فأقول الله جل وعلا في بعض الأحيان يقيد المقتول بصفة معينة، وبعض الأحيان لا يقيد، ولكن بصورة عامة شوف شدة هذا الأمر وضرور لكل إنسان أن يجتنبه. الله جل وعلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس. يقول ومن قتل نفسا بغير نفس، هسه هذه النفس القرآن الكريم لم يقيدها بالإيمان، بصفة الإيمان أو بغير صفة، وإنما مطلق النفس. إذا
قتلت من غير حل، من غير مسوغ شرعي، مبرر شرعي، يقول الله فكأنما قتل الناس جميعا. هاي مطلق النفس. يجي الله ثم الله تبارك وتعالى، لا، النفس المؤمنة لها عناية خاصة. النفس المؤمنة اللي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول حقيقة الإيمان يتقوم بثلاث، مضمون الكلام يقول هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. حقيقة الإيمان تتطبق عند الإنسان حتى يصدق عليه مؤمن، حتى يصدق عليه مؤمن ويكون مصداق من مصادق هذه الآية، هذه العظمة اللي الله أولاها له، يكون مصداق لها. أمير المؤمنين يقول هكذا، المؤمن هو شنو؟ أولا إقرار باللسان، الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة ولعلي أمير المؤمنين وأولاده بالإمامة وبقية المعتقدات على محبتهم، صلوا على محمد وآل محمد. بقية المعتقدات، إذا الإنسان اعتقد بها صار مؤمن، ثم يجي إقرار باللسان وتصديق بالجنان، الجنان يعني القلب، جنان يعني القلب، يعني يعقد هذه المعتقدات يربطها من خلال القلب، يعني يربط قلبه على شنو؟ على هذه المعتقدات. وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. عمل بالأركان يعني شنو؟ يعني السيرة والسلوك، أصول توحيد، إمامة، نبوة، ما ورد فيها من سلوك أخلاقي عبادي معاملاتي أطبقه على الواقع الخارجي، على واقع السلوكي. ولذلك الله أولى هذه، يعني الله أعطى للنفس المؤمنة هذه الخاصية بحيث صار من يتعدى حدود الله بها أو عليها هكذا، ومن يقتل مؤمنا، لاحظ انت قيد الآية بصفة الإيمان، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الرواية البعض قالوا الله جل وعلا شرع باب التوبة، صح لو مو صحيح، وهو باب من أبواب رحمة الله، مو مضمون هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم شنو يستغفرون، يعني مجموعة هاي تسمى أبواب الرحمة الإلهية، وجود الإمام ووجود التوبة وباب الاستغفار وغيرها، أبواب الرحمة الإلهية، إما بوجود المعصوم أو بفتح باب الرحمة الإلهية بالاستغفار، استغفر الله ربي وأتوب إليه، يعني التوبة، النتيجة تشريع التوبة. البعض قالوا زين هذا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جفت الأقلام ورفعت الصحف، خلص اللي يقتله مؤمن متعمد شنو جزاءه؟ جهنم خالدا فيها، مو بس جهنم وقبل، في فترة معينة، فترة زمنية، ويخرج برحمة الله تبارك وتعالى، لا لا، يقول خالدا فيها. ليش؟ ليش؟ يقول البعض يقولون هذا ما يتنافى ويا باب التوبة، باب الرحمة الإلهية وياي أنت، هذا ما يتنافى ويا باب التوبة اللي الله شرع للإنسان، يا أيها العبد إذا تاب العبد تاب الله عليه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهر، الله يحب التوابين، شلون تقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ أقول إيه، إنه الأمر طبيعي، إنه ماكو منافات، ماكو منافات بين الآية والرواية، باب التوبة مفتوح ومشرع للذين أسرفوا على أنفسهم،
والإنسان مهما عصى الله جل وعلا، مهما خطأ قصر بجنب الله تبارك وتعالى، النتيجة الإنسان مو معصوم. ولكن إذا الإنسان أخطأ، سأل النتيجة أنا مو معصوم وخطأت، خوش أسوي؟ ترجع إلى الله وتتوب إلى الله تبارك وتعالى. نفس هذه التوبة شرعت وباب من أبواب الرحمة الإلهية، ولكن هذا اللي يريق الدماء من غير حلها لا يوفق. وكأنه يعني لما تستنطق النصوص الشرعية، النصوص الروائية، تخرج بنتيجة أنه هذا الإنسان أجارنا الله وإياكم القاتل مريق الدماء من غير حلها، الذي تعدى حدود الله بالدماء، بمسألة الدماء، يقول وكأنه الله تبارك وتعالى يجعله مصابا بداء التسويف. داء التسويف شنو؟ يعني سوف أتوب، سوف أتوب بعد ساعة، سوف أتوب بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، أدركه الموت وهلك، والله هلك ولا انتهى خلص. شوف ما يتنافى هذا الأمر، هذا الوعد الإلهي، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وكذا وكذا وكذا، ما يتنافى وي شنو مشروعية باب التوبة. اليتوب الله يتوب عليه، ولكن هذا القاتل لا يوفق إلى التوبة. مو الإمام الصادق، في رواية جدا عظيمة عن الإمام الصادق عليه السلام، بس أرجو أن يكون فكرك وياي حتى يكون ربط للموضوع. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لم يزل، ما يزال المؤمن في فسحة من دينه. الفسحة يعني شنو؟ السعة المندوحة، السعة في الوقت، يعني هذا الإنسان في فسحة من دينه، إذا عصى الله وتاب الله يتوب عليه. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يقول في فسحة من دينه، يعني إذا تاب الله يتوب عليه بشرطها وشروطها طبعا، ولكن إذا لم يصب دما حراما، يعني ما يتعدى حدود الله بمسألة الدماء. ثم يقول الإمام الصادق في ذيل الرواية، هذا محل الشاهد، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ثم يقول ولا يوفق قاتل المؤمن متعمدا إلى التوبة. خلص حسم الأمر. الإمام المعصوم، الإمام الصادق، اللي احنا بعقيدتنا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول ولا يوفق قاتل المؤمن متعمدا إلى التوبة. الله، لأن هذا إذا تاب كون شنو؟ إذا تاب توبة صادقة كون الله يتوب عليه. زين، هذا مريق الدماء من غير حلها، لا يوفق للتوبة، يصاب بداء التسويف. ولذلك وارد عندنا في الروايات أنه أول ما يحاكم عليه الحق تبارك وتعالى هو مسألة الدماء، هو مسألة الدماء. ولذلك هذا الموضوع الله جل وعلا أعطاه صبغة شرعية، وأعطاه بعدا ودلالة ورمزيات عميقة بعيدة المدى، حتى الإنسان يعرف خطورة هذا الأمر، يعرف خطورة هذا الأمر، وأنه يا أيها الإنسان إلزم نفسك وصير آدمي ولا تتعدى حدود الله. إذا الإنسان وقع في هذا المطب ووقع في هذا المتاه، الأمر ومرجع الأمر إلى الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى حسن العاقبة بمحمد وآل محمد. أقول هذا اللي يقتل مؤمن عادي، اللي الإنسان إذا تجرأ عليه أحد، على هذا المؤمن البسيط، يقول الله فله عقوبات جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا المؤمن العادي، فما بالك بمن يعتدي على حرمات الله.
فما بالك بمن يعتدي على حرمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأرواح الزكية، هذه الأرواح الطاهرة، فما بالك بمن يريق دمها من غير حل. ألمي عليكم يا آل رسول الله. أقول سيدي يا رسول الله، يا رسول الله لو عاينتهم، يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبايا، لرأت عيناك منهم منظرا وللعين قذا وللحلق شجايا. وحمل آل رسول الله على نياق هزيلة، ووصلوا إلى الشام إمامنا زين العابدين لما يذكر الشام يقول آه من الشام، آه من الشام. الشام أدخلت الويلات وأدخلت المآسي على قلب عيالات رسول الله. ما أدري عندكم عبر، عندكم مواساة لإمام الزمان؟ هذه الأيام الأصعب والأقسى على قلب إمام زماننا والله، لأن هذه الليالي عمته زينب والعلويات واقفات عند يزيد، واقفات بين أجانب يتصفحهن الغريب والقريب. ألمي عليك يا بقية الله. نعم مولاي، أوقفوا ضعن العلويات، أوقفوا ضعن السبايا على قصر يزيد. إمامنا زين العابدين يقول أوقفونا على باب الساعات ثلاث ساعات، يعني أوقفوهم وقت كثير من النهار، ثم أمروا بهم فدخلوا على يزيد هذا والحبل مربوط بعنق الإمام زين العابدين إلى كتف العقيلة زينب أم كلثوم بقية العلويات. يا ويل عليتين. نعم مولاي، يقول الراوي كلما قصروا عن المشي لوعوهم بالسياط بالسياط. يقول كلما عثر طفل وسقط ضربوه بالسياط، أدموه بالسياط. الله يعينك يا صاحب الزمان. يقولون يزيد اللعين واقف ينظر يتشمت بعيالات رسول الله، نظر إليه إمامنا زين العابدين قال له يا يزيد ما تقول لو رآنا جدنا رسول الله على هذا الحال. يقول من سمع هذا الكلام اللعين أمر بفك الحبال عن رقبة الإمام وكتف العقيلة زينب. نعم مولاي، وقف اللعين، أمروا برأس الحسين، جاءوا به إلى يزيد، أخذ ينكت ثنايا أبي عبد الله بمخصرته متشمتا، خويا راسك يا خويا حين شفته زينب هذه، راسك يا خويا حين شفته وتلعب عصي زيد على شفتك، انا ذاك الوقت وجهي لطمته يا خويا حسين وصديت لبحرقه وندمت، صحت انشليت يمينك يا الضربت، ومن سمعني الريجي سلمت خويا شتمني وتعدت لشتمت يا ابو علي، انا يا اخو مثلك ضيع اختي يا ويلي. نعم مولاي، لم يكتف اللعين بهذا، يقولون بل وقف عليهن وحمل رأس الحسين وأخذ يسأل من هذه ومن هذه.
قالوا له هذه أم كلثوم، هذه فلانة فلانة، إلى أن وصل قال من هذه؟ قالوا له هذه الرباب. يقولون اللعين راد يجرح قلبها. يقولون رفع رأس الحسين قال يا رباب هل تعرفين من هذا؟ آي 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 وإني لسان حال الرباب وإني لأستحييه والترب بيننا وإني لأستحييه والترب بيننا كما كنت أستحييه وهو يراني علي عزيز أن أراه كما ترى عليه عزيز أن يراك تراني. تقل لي يا لعين هذا عزيز على الحسين أي شوفك تتصفح إليه يا بيصد للرباب وزرق عينه وراسك يا ابو اليمة بيمين يا بصد للرباب وزرق عينه وراسك يا ابو اليمة بيمين نشد او ضحك خوان دينه هذا الراس المن تعرفين نعم مولاي. ثم أمر اللعين هذه الليلة ليلة رقية بنت الحسين أين أصحاب الحوائج؟ أين المهمومون؟ أين المغمومون؟ أين طالبوا الحوائج؟ هذه رقية بنت الحسين باب من أبواب الحوائج إلى الله. قدموا حوائجكم بين يديها. يقولون أمر باللعين بأن يضع العلويات في خرب ليس لا سقف لا تقيهم من حر ولا مطر. يقول وزينب على تراب الخراب لملمتين ولالت على جروح الألمتين. والله يا غيارة هذه المواقف تؤذي الإنسان الغيور تؤذي الإنسان المؤمن. هذه عيالات رسول الله هذه عيالات الحسين. يا بعل تراب الخراب ولملمتين ولالت على جروح الألمتين وحدة بأثر وحدة نومتين وهي مسهرة الون الخفي. بعد يقول تجلب الليل زينب وتصير دكتور نوبة تصير عمه ونوب دكتور تداوي يا ضلع كم صدر مكسور وهذا تصيح متنوذي تدي. نعم مولاي بينما هدأت اليتامى هدأت العلويات وقت متأخر من الليل وتوها قعدت زينب تريد تستراح. يا أخوان زينب امرأة كبيرها توها قعدت تريد تستراح من وعثاء السفر وذل السفر وإذا برقية قد أفاقت. عم زينب أريد أبي الحسين عم زينب جاءني أبي الحسين جاء أبوي الحسين جاء أبوي الحسين بالبنام وهو يقول رقية إلي إلي الوحى الوحى بني رقية العجل العجل وكأني بها لسان الحال. عم قومي خلني عدل دارنا خاف على الغفلة ويطبخ الطارنا خاف على الغفلة ويطبخ الطارنا أنا نذر عندي لو أبونا زارنا والله نذر لو أبونا زارنا أنا رش دموع عيني وأهلي. يقولون على صراخ اليتامى على صراخ الأطفال على صراخ العلويات
وصل الصوت إلى يزيد، قال لهم خير شكو؟ قالوا له هذه صغيرة للحسين استيقظت وهي تريد أبي الحسين، تريد أباها الحسين. قال لهم ودوا رأس الحسين إلى كسروا قلبها. ها يقول جاءوا برأس الحسين وشافتهم من بعيد واضعين رأس الحسين بطشت، وضعوه بين يديهم. نظرت إلى زينب قالت لها عم زينب لست بجائعة أنا أريد أبي الحسين. كشفوا المنديل وإذا بهذه الصغيرة ترى رأس الحسين. أين المنادي وحسيناه وسيداه؟ بويا جابوا وشافتهم من بعيد، يا بجابوا وشافتهم من بعيد، صاحت هلا براسك يا العميد يا بويا ويهلا يا العزنب ليلة العيد، وليش قطعت بينا يا صنديد يا ابوي، وليش قطعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس الموش جاويد يا ابوي. يقول بقت ساعة والنفس ترديد، صاح العليل وصاحة تشيد، ماتت يا عم اختي على الوريد. قلبوا هذه الطفلة هذه العلوية وإذا بها قد ماتت على رأس الحسين. أيوة سيدتهم، أيوة غريبتاه، أيوة شهيدتاه. وكأني بزينب أبيات الدعاء وأسألك الدعاء، يا بيض ربونا ونشكف بدينا، شبينا على الدهر هالخان بينا، يا بشبينا على الدهر هالخان بينا، والينا نذبح وإحنا نسمين. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله. اللهم توجهنا إليك بأحب الخلق إليك محمد وآله، أن تعجل لوليك الفرج يا الله، وتجعلنا من أنصاره وأعوانه والدعاة إلى أمره والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله. الحاضرون السامعون المؤسسون، اللهم اقض حوائجهم، شاف مرضاهم، من كان طالب حاجة اللهم اقض حاجته بعزيزة الحسين رقية يا الله. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، واحسن عواقب أمورنا إلى خير يا الله. اللهم لا تفرق بيننا وبين خدمة الحسين طرفة عين أبدا أبدا يا الله. إلى شرف النبي محمد وعترته موتانا موتاكم، شهدائنا الأبرار، علمائنا الماضين، خدام الحسين، من مضى على ولاية أمير المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.